مشاهدينا ومتابعي قناة التغيير الفضائية ومحافظة الأنبار وبرنامج جولة مراسل، نحن اليوم نسلط الضوء على امرأة أنبارية وقصة نجاحها وكيف بدأت مشوارها في التجارة. الاسم المعروف في أم عمار، فاعلم أنه المكان أو أكبر نقطة دالة خصوصا في الرمادي ومنطقة التاميم غرب الرمادي. أم عمار أصبح لديها أكبر مجمع تجاري في عموم محافظة الأنبار، وأصبح لديها فروع في أغذية الغربية وكذلك في داخل أسواق مدينة الرمادي أي مركز محافظة الأنبار. أم عمار عملت منذ بدأت بالتجارة في الخياطة في محل صغير لا يتجاوز الستة أو يتجاوز العشرين أو ثلاثون مترا. بدأت في الخياطة ومشوارها، ورغم كل تلك السنين إلا أنها أثبتت قصة هذه المرأة أنبارية، ورغم الظروف ورغم تعاقب السنين والحصار الذي مر على العراق وما تلاها أيضا في عام 2003 إلى يومنا هذا، أم عمار اليوم تشغل فقط في هذا المجمع أكثر من 70 عامل، وهمها الوحيد هي أن تقول أنني اليوم أعمل لأعيش هؤلاء الخريجين والحاضرين في عموم محافظة الأنبار. وتقول أيضا الجميع هم أولادي وأنا لا أحب أحد، بل أحب كل شخص عراقي وكل شاب في هذه المحافظة والعراق أجمع. تعالوا معنا نتعرف أكثر عن أم عمار. السلام عليكم أم عمار، شلون صحتك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. والله إن شاء الله صحة وسلام. عمار مرة حال النساء، ولكن شدت على نفسها، ما خلت الليل يفوت في بلاش ولا خلت النهار الفرصة. يعني أقول لأولادي اليوم أكو عمل باكر، ماكو عمل، شدوا حيلكم نشتغل لي النهار. أولاد أنا كنت بس وحدي أنا وزوجي، وبعدين عاونوني الأولاد كبرى كانوا يطلعون للخارج يجون، أنا على يديهم وما على يدي ناس تساعد ناس، ولكن ما نترك وقت من غير عمل، وقتنا كل عمل، فحتى ما نعرف الصيف من الشتاء. احنا هذا حالنا، اولادنا صاروا احفادنا، صاروا كلهم نفس الموديل، كلهم نتعاضد احنا بيناتنا، والحمد لله يا هم عندنا عمال هوايه موظفين، طبعا هوايه خير من الله عايشين معانا وكأن ولدنا، مو عمال هذول اولادنا، اولاد وكلهم ينادون امي، ما تعرف يا ولدي ذول يسالوني هذول ولدك؟ اي اقولهم ولدي، يعني ما شاء الله صلى الله عليه وسلم أزد من ولدهم، يعني وين هم؟ وراي هم اليمين، وراي يسار، وراي ما شاء الله نجحنا والحمد لله والعالم تحبنا. صار عندنا حريق يقول خاف أحد حرقكم، أقول لا ما حد يكرهنا، كل الشعب يحبنا، الشعب خاصة كله يحبنا، نساء ورجال شباب بنات نفس الشيء. ها هي أم عمار، الأم العراقية الأنبارية الصابرة المكافحة. بدأت في محل صغير جدا، وبدأت المشوار بخياطة الملابس لحي التأميم الذي يقع غرب مدينة الرمادي. بداية بسيطة بال 73 74 شوي تطورنا، قمنا نتعرف المال يجيب مال، والحلال هو أحسن شيء، الحلال فلس الحلال يكبر، والحمد لله والشكر الله وسع علينا والله رزقنا، زوجنا الأولاد ولد الأولاد والبركة من الله، وحتى عند عمال أساهم وياهم بالزواج لأن هم أولادي، والحمد لله والشكر. الإنسان بس يحل لقمته، لا يدخل بيته حرام، هو الرزق يتوسع. تخصصت بالقماش لأن عندي ماكينة خيط، وجبت أقمشة شوي قطع بالقطع والعفو، يعني تعرف كل شيء أكو
السوق، كل ما ينزل زوجي أقول له هالشيء شيء مطلوب مني يجيبه هو إلي وأنا بالبيت بالبيت لحد يمكن إيش بالسبعين أو ما أدري كذا، مو سبعين ولا يعني 5 سنين اشتغلنا بالبيت وطلعنا بعدين بنينا محلات برا من البيت، طلعناها من البيت واشتغلنا وجت الرقابة علينا وزارتنا وانطتنا يعني وكالة مال زوالي ووكالة مال أقمشة والبركة تزيد يعني ما شاء الله من يجون يعني يكافئون زين. وما مر به العراق من ميلات الحروب فكان الشامخ كالجبل متوكلة على الله لتكون العون لأولادها ولمرتاديها، وأصبحت اليوم أكبر تاجر في الأنبار. أم عمار عنوان عرفت به لجميع أبناء المحافظة. كم مرة حرقنا حلالنا كله راح، يمكن سادس مرة احنا محروقين بس رب العالمين هو الساعد ويعوضنا، كل فلس مليون يعوضنا مكانه رب العالمين. يعني عندنا صبر أن هو يعني من جاني الحريق قبل كم يوم، رحت الفجر صليت رحت الحريق صليت الفجر يلا رحت الحريق ورحت ماشي للسيطرة وأنا أركض وصيح المال مالك والخلف عليك المال مالك والخلف عليك إلى ما وصلت للسيطرة وشاني أبو سيارة الفجر بس وحدي وأنا طايرة أركض وراوي يعني أنا نبهت مراحم وأنا كملت صلاة يلا على حقتهم والحمد لله والشكر إن شاء الله يتعوض كل شيء يروح بسلامة الولد وسلامتكم. وأنا قلت لهم سأل هذا الراحة مو بس للولد، فدوى فدوى لكل الشعب، كل ما أحترق أقول لهم هاي فدوى للشعب كله أن هم أولادي، الشعب كله أولادي كلهم معروفين من تجار بغداد من تجار أي تجار هم أولادي، حتى لو بالصين حتى لو بتركيا كلهم معروفة، بسوريا عندي حلب هذول كلهم أولادي كلهم معروفين. إحنا التجار نتخابر معاهم ونقص البضايع وهم أولادنا ومثل أولادنا نحافظ عليهم وندعي لهم إن شاء الله لهم الكل مسلم بالنجاح وبالإيمان وإن شاء الله رزق أمة محمد الإخلاص الناس على ناس آمين، يصلح نساءنا يصلح شبابنا أهم شيء الإصلاح، لو صلحت المرأة صلح كل البيت. عمر هل واجهت الصعوبة في بداية يعني عملك؟ صعوبة هواية، صعوبة شلون ماكو صعوبة؟ صعوبة أبسط ماكو يعني أطفال يعني كل سنتين يجيني طفل من أعوفة وأرقو مركز وأرقو شلون مو صعوبة؟ يعني الصعوبات هواية بس بقت بيننا وبين الله، هاي بقت بين الله يعني سمينة تروح حلالك أو تروح تريلتك أو تروح مو صعوبة مو بس، لكن إحنا نتجه إلى رب العالمين بيننا وبين رب العالمين نخليه ما نشكه ما نقوم نثبت بنقول الله راحنا وجانا وكذا، نقولها مال ماله والخلف عليه. لا الصعوبات هواية والزين كثير، ماكو إنسان يعني وإن خلقنا الإنسان في كبد، خلقناكم في كبد، إحنا لازم يصير عندنا قهر ويصير عندنا كبد، مو بس ينطينا يأخذ من عندنا، والحمد لله هو ماله وزرعة وأي شيء هو ما عندنا إحنا، كله هو المال ماله والخلف عليه. يلزمون حلال ما يفيد إن شاء الله هذا يكفي ونطور أكثر بعد الزوالي قنفات المبارك يعني ما نخلي شيء بالسوق ما نخلي شيء بالسوق من الأبرة للسباليت لكل شيء نطوره اللي ما عندي هالسنية لا ما بقت عندي نية لأني يتعب الولد يتعب أهل البيت يريدون الزوجة تريد زوجها كذا الأطفال يريدون أبهاتهم هذا الشغل صعب من 8 نفتح للعشرة بالليل احنا مفتحين نبقى مفتحين الانسان لا يطور حلاله مو باربع ميازين ميزان وحده تجيب الحلال اقول اضرب مثل ابو اربع ميازين ونفس الدخل فنبقى على هاي خير من الله خير وعدنا فروع عدنا براوع عدنا بالخمسة كيل والسبعة كيل وهنا فتحنا
وجيهم الله وما شاء الله وصلى على محمد، يعني ما شاء الله مكفينا ومكفي عماننا وفضله ونحمده ونشكره انه احنا همين من اجرها من الملك مالنا ملكنا. ومن عمل مع ام عمار من كلا الجنسين اصبح تاجرا، ماخذ تلك الخبره من امراه انباريه راويه الاصل عراقيه، داعيه النساء والشباب الى العمل وطلب الرزق من الله عز وجل، اي الحلال الحلال والابتعاد عن الحرام في زمن اختلف فيه المفاهيم. كل مرة لا تعتمد على نفسها، أول مرة إذا عندها أيتام تربية تربية صحيحة وتأخذها تشتغل أي شغلة، يعني تشتغل محل تشتغل يعني شغلات وياكو تربي أطفالها، قول لها اللهم أصلحهم اللهم أصلح شبابنا أصلح نسائنا، لو صلحت المرأة كل البيت يصلح، اللهم ارزقك زوجة صالحة. أنا يالي يجي يجهز من عندي أدعي له اللهم ارزقك زوجة صالحة وناصحة، وتعرف هسه الوقت اول ما نقول اللهم اصلح نسائنا اصلح شبابنا واصلح بلادنا وبلاد المسلمين كله، لانها تعرف انت الوقت مو زين اذا مو هيك، والانسان يتقي رب العالمين اذا شيء له امانه يشيلها، وام البيت لازم تصير حريصه على زوجها وعلى اماله، مو تقعد تبذر بيه، لازم تدير بالها على رجلها، مو يومين وتمشي وتخليه ما عنده كفي هذا على قد قوته، أكو رجل يأخذ 300 أكو رجل يأخذ مليون، إحنا ما ندحق على أبو المليون، إحنا ما ندحق على أبو قصر العالي، ندحق على أبو قصر الناصي. يعني واحد قبل كم يوم ناقشني يقول لي أولاد يريدون بيت زين، قلت له أنظر على القاعد بخيمة وعلى القاعد بكرفان، أنت قاعد ببيت بيت وزين، شنو أولادك ما يقبلون بيه؟ لازم الإنسان يصير قنوع، القناعة كنز لا تفنى، إنسان يصير عنده قناعة وما يصير عنده شراهة وماكو تبذير. جين عندنا عمال تخرجوا، عمال تخرجوا ويا ساكو محلات تخرجوا من عندي ذولي علموا المهنة وذاي وراحوا صاروا تجار، والله ما ينعدون شي، ينعدون الشعب كله هواي عندنا، هواي هواي عندي، عندي واحد هسه قام يبيع جمله، اكو واحد كهربائي، ولد اختي ولد خواتي كلهم صاروا تجار، كلهم هذول خريجين من عندي، ولد اخوتي هذول كلهم خريجين، هذول جبتهم من بغداد واشتغلوا من الرمادي من المكان يجون يشتغلون عندي، هسه ناس نساء بالبيوت انا ارسل لهم خياطه يخيطون، يجيبون العلال يكذبوها يروحون احاسبهم بعد اسبوع بعد الشهر، شوف قد الشهر يصفون خوش فلوس، ما خلي مرة قاعدة، مرة ما تقعد وما تلتهي بالموبايلات، هذا حرام عليه تحاسب عليه باكر، تتحاسب عليه عافت أطفالها وعافت بيتها وعافت عملها وقامت لازمت لي الموبايل، هذا الموبايل ذبوه من يديك، وأنا أقول للنساء تتحاسبون، لا يسألن يوم إذن عن هذا النعيم، اسمع هذا كله ينسألون عليه، إنسان عافت بيتها وعافت أطفالها ولازمت لي الموبايل، هتنسأل عنه يوم الله، إنسان هذا الرجل أمانة برقبته والبيت أمانة والأطفال أمانة، أريد الله يسمعون كلمة النساء كلهم يتقون رب العالمين، خلي يتقون رب العالمين والله يصلحهم، الله يصلح نساءنا ويصلح شبابنا، أهم شيء عندي أن تصلح المرأة. متابعينا الكرام إلى هنا تنتهي جولة مراسل، كانت قصتنا لهذا اليوم لأم عمار، كافحت طوال سنين لتكون علامة ومركز تجاري في محافظة الأنبار خصوصا في منطقة الثامين غرب الرمادي، نلتقيكم على حفظ الله ورعايته.